سمك مغصني. كوكو البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم بخير؟ جيسبر تكونوا كلكم في احسن الاحوال نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. مرحبا بالناس اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي. بغيت نقول لكم شويه من وقتكم ونزلوا تابوناو باش يوصلكم كل جديد، واهم حاجه انكم تفعلوا الجرس. دونك شنو اليوم رايحين مشوار؟ اليوم لا فيديو غادي تكون عباره على فلوغ. قلنا علاش لا ما نخرجوكمش معنا. صراحه واخا تكونوا دابا ما كتسمعوناش مزيان، حيت دابا حنا في واحد الطوغوت، وقفنا في واحد ستاسيون باش هكا نرتاحوا واحد شويه، حيت كان الطريق طويله. دونك اليوم قررنا اننا نمشيو لواحد البلاصه مع صراحه ما عمرنا ما مشينا لها، ما عارفينهاش كيفاش دايره، غير بالينا نجو زوين. وخصيصا اليوم الخميس عندنا عطله في المانيا، دونك قلنا علاش لا ما نمشيوش. دونك بقاو معنا باش تكتشفوا معنا البلاصه، واللي عارفين بلي هاد البلاصه فريمون زوينه زوينه بزاف، ولاني ما عمرنا ما شفناها. خليكم حتى نتوما باش تكتشفوا معنا هاد البلاصه. دونك ما تمشيو فين، بقاو حتى الاخر ديال الفيديو. البنات حنا يلا وصلنا، عرفتوا الطريق بعيده بزاف وخطير كثير، صعود جبال. اول مره يعني انا كم صار لي بالمانيا، اول مره بفوت بهيك طرق. يعني بالعراق عندنا مناطق جبليه وهيك، بس مثل هذا الطريق ما شفت. يعني الطريق حيل خطير، ووصلنا هلا بس بعد بقويه انا لحتى تشوفون المكان اللي احنا قاصدي بالضبط. عفشو انا ما حسبليش اصلا المانيا فيها شي طرقان بحال هذوك، عمري ما شفت شي طريق بحال هذيك فريمون، بحال هذوك الطرق اللي كيبينوا في هذيك ناسيونال جيوغرافي. اخطر الطرق. وهلا المكان هلا المكان اللي راح تشوفوا، خليكم راح نشوفوا المكان سوا. المكان هذا انا شفته بالصور ورفقاتي راحوا عليه، ولكن ما صور هاجر راح ما عرفتش. المهم يلا فيديو باش تشوفوا شنو فين شنو هذه البلاصه، حيت ليت كيف ما قال لكم احنا ما كناش عارفين اصلا هذه البلاصه، غير صحاب ليت هما اللي كانوا مشاو وداروا ستوريات، وليت عجبته البلاصه وقال خدا منهم لادريس وقال لنا يلا حنا راه وصلنا المدينه البلاصه. ولكن هلا سوينا بارك ولكن ورانا مشي 1 كيلومتر، مازال البلاصه خصك تمشي عاد توصلي لديك البلاصه. دونك دابا حنا في البارك، باركينا الطوموبيل، حيت باين كلكيش تمشي بالطوموبيل، ودابا غادي نتمشاو. يلا دابا حنا غادي نمشيو، خصنا هاد البلاصه ما توقفيش فيها حتى يكون عندك بارك شاين. دونك خصنا نمشيو نديرو بارك، يعني نخلصوا البارك هذيك ساعات عاد باش نمشيو، حيت شي مشينا بلا بارك يقدروا يديروا لنا شطغاف. ونص كيلومتر بالبداية احنا كنا نعرف، قالوا على اساس انه 1 كيلومتر. شوفوا واحد النفر كذا انا، بس المكان كلش حلو، يعني خطير خطير خطير. هاي عرفتوا شحال ديال الناس راجعين، وشحال ديال الناس غاديين، وشحال ديال واحنا اللي رايحين. Yeah. والاكثر اللي راجعين. Yeah. هو هاد البلاصه خص تجي لها في النهار، يعني تجي لها ديري بروغرام تجي لها في الصباح. حنا ما كناش عارفين، راكم عارفين في المانيا الجو دائما في الشتاء دائما البرد داكشي، كيف ما كناش عارفين واش غادي تطيح الشتاء ولا ما تطيح الشتاء، جينا غير صدفه. دونك غادي نرجعوا في الظلام، وهنا ما كاينش البولات باش غنضويو. ما بس الطريق فيه
الطريق طريق جبلي يعني الكل شايفين، انتم شايفين الطرق الجبليه، صح احنا فوق القمه صايرين، صح احنا على جبل فوق القمه، فراح نطلع ويانا راح نعبر من صفحه على صفحه ثانيه. واحنا صراحه ما نعمل بلان الفتشي يعني، على غفله شغل السياره وبنروح على شي مكان، ما نقعد نخطط ونحضر الشنط وهيك، ما عدنا احنا هيك سفرتنا كلها تصير مفاجئة. هي زوينة منين كان في قص صباح، مثلا كان في قص صباح كنبقاو ليت فين تيقول لي هاجر فين غنمشيو، كنقول له ليت فين غادي نمشيو، كنبقاو نقلبوا فين غنمشيو فين غادي نمشيو فين غادي نمشيو، ما كنعرفوش فين غاديين، ما كنكونوا دايرين بلان ديال حتى شي حاجه، حتى كنركبوا في الطوموبيل عاد كنبقاو نشوفوا فين غنمشيو فين غنمشيو. المهم وهذيك الساعات عاد كنقرروا، دونك كيف ما كنكونوش دايرين اصلا شي بلان اننا غادي نمشيو لهاد البلاصه ولا غنمشيو لهاد البلاصه، من غير ان لا خرجنا لالمانيا. الا كنا غادي نخرجوا المانيا نقرر هذيك الساعات كنقرروا بلي لا قبل اننا غادي نمشيو لهاد البلاصه حيت خصنا نفيقوا بكري وكذا، زونس هنايا في المانيا ما كان فاكرين عن نمشي، كنا فاكرين بس احنا اللي جايين متعطلين الساعة 7 وراح اظلم الدنيا وما في احد ونستعجل بالمشي، ولكن شوفوا السر اللي وين حاليا، الناس ماشي ناس ورانا عاد تجي. الصراحة كنا مفكرين غير احنا بوحدنا، ولكن الدنيا عامرة وهنا كثرة ما عامرة دايرين الصف. وهلا راح نشوف كل جديد. ضروري ما حاطين له هذول المسكات التحت كان يتحرك بعدك هما راه محات له واحد السلوكه مش شادين، ولا اني زعما هذاك الشيء كيبقى على سيدي ربي وصافي. والله الا ليت اخر مره غادي نتبعك وانت جايه معاك شي نهار تقتلني. كان سقط الهاتف. والله كان سقط بيت ليت. امير ما هوش هنايا. هاي صفر، شوف هاي صفر يا كي مامي تيري يا شي مناظر واو. شوف سبحان الله ما شاء الله. خاص ماما تكون معانا. الله يا ربي وي ماما خاص كي منين نجي عندنا خاص كي نجيبوك هنايا. يلا تعالي صورينا سيلفي انا نديرو هاد الماسكات حيت في الدخله كيقول لك خصك ضروري ديريهم زونس ما يفوتوكش، ودابا منين قربنا نوصلو خصنا عاود نديروهم باش راكم عارفين. صافي دابا حنا وصلنا للخر ديال عرفتو مع هاد الريح ديال الكمامه كيبقاو يضبوا ليا النظاظر. دابا وصلنا عاود خصنا نتسناو الصف باش الناس يرجعوا، حيت ما كاينش شي طريق واحد اخرى، وحنا خلينا الكيندا فاغن ديال امير الكروسه ديال امير كيف غادي نرجعوا من الطريق،
كاينين طرق وحدين اخرين، ولكن هاد الطريق اللي غادي ترجع لنا البارك والبلاصه ديالنا. ها انتم شوف شحال ديال الناس كيتسنى فريمون زوين بزاف. هذا هو الجسر اللي جينا منه. شوف المكان كيف صاير، يعني مغامرة. وصراحة لما بتمشي من فوق بيخوف كثير، لأنه بيحتز وهو من تحت بس فيه خشب. مشين عليه في ريح قوي، وانت بين جبلين صايرة، فرغم الأسلاك اللي عامليها بي وهذه يتحرك، يعني بيكون عم يهتز، ما بتسيطر تمشي بدون ما بتمسكي. يا محلش هو أصلا خاصة أنا شايل معي أمير، ما بتقدر تتمشي وحدك، يعني ما يصير توازن عندك، ما يصير، والمكان رفيع كثير، يعني ما في هو دابا هو حيتاش هو جاي في الوسط وفي الجناب الخوا وفي الجنب الاخر الخوا، سكيفي ما كاينش حيط اللي غادي يشدو يبقى ثابت في بلاصتو. ملي كتبقاي تمشي كيبقى يزيد من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، وكتحسي بالخوف. والله الا كتحسي بالخوف، ماشي اي واحد يقدر يدوز من هنا، يا فريمون خاص شجاعه. دونك دابا نرتاحوا واحد شويه ونعاودوا نعاود ويا الناس اللي راه ترجع ونرجعوا معاهم، حيتاش ما عندناش شي طريق واحد اخر كيف ما قلت لكم. يا بس المكان حلو. زوين بزاف، فريمون زوين بزاف. غير هو هاد الناس كلها غادي ترجع حتى حنا كنرجع. خلي بالك شويه السريح بحري فريمون، الناس بزاف غادي يرجعوا. حنا يلاه جينا دونك خصنا نرتاحوا واحد شويه عاد غادي نمشيو. شوفوا شحال ديال الناس. واو، رجعنا من جديد وراح ننزل نعاود الرجعه. بس ما تعرفوا الشعور لما عم تتمشى تصل الوسط ويهتز الجسر. عرفتوا والله الا شتي انقولك شتي، واخا ما عرفتش شنو ما يكونوا دايرين، واخا كيف ما بغا يكونوا شادين، ولكن كتكوني انت والجبال والريح والسماء والهواء والفراغ، يعني كلشي بيد الله، يعني كلشي ممكن. هو حنا كنتوكلوا على سيدي ربي والله يوصلنا على خير. شوف راه المكان من قدام. وعرفتوا البنات راني شاده التليفون وعاصره عليه، خايفه غير لا يطيح. مره اخرى ما غاديش نعاود نخرج الا ما قلتي ليش البلاصه فين غادي نمشيو، حيتاش فريمون انا لو قلت لك هيك المكان ما كان جيتي، لو شوفتك المكان بالبدايه ما كان جيتي. ما غاديش نجي، حيتاش اصلا شي حوايج بحال هاد البلايص ما خصناش نجيو ليهم، انت عارف لازم واحد لازم يستطلع يشوف يعمل مفاجات هكاك، بحال اللي الواحد كيغامر براسو. وسقتو مع امير ناين طلقني طلق يا الواحد بحال هاد البلايص نقدروا كنا نجيو لهم انا وانت. ابا امير ناين ما نقدروش نجيو مع امير، حيت هو كيتحرك بزاف وهو اصلا ما كاينش هنايا خارج التغطيه. اللي يتابعونا اللي موجودين بالمانيا ويعرفوا شي اماكن حلوه و يحاولوا يخلونا الاقتراحات ويخلينا العناوين بالكومنتات تحت لحتى احنا نمشي لها ونصور فيها كمان. والناس اللي في المانيا غادي نخلي لكم العنوان ديال هذه البلاصه في صندوق الوصف، باش هكا اللي بغا تمشي لها فريمون هي راه زوينه بزاف. غير هو الناس اللي كيخافوا من الارتفاعات في الاول غتجيهم صعيبه، هو في الالي شويه صعيب كتكوني هذيك الخلعه في الاول، ولكن من بعد صافي كتحيد ديك الخلعه في الرجعه. دابا شوفوا فين جينا، كاين هاد واد ولا سد؟ لا هذه بحيره ما السد شكلها، بس يعني المنطقة حيل حلوة. هاي قبل ما تروحوا على هذاك قبل ما نروح كنا رايحين على ذاك الجسر، بس ما وقفنا بيها، كملنا طريقنا ورجعنا. هلا رجعنا عليها، المكان حيل حلو، بيه زوارق هم. يمكن في هذيك المكان، شوف هذيك المكان فيك تستأجر زورق وتطلع بالمي، ولما اجينا كان في العاب بالمي عم يلعبوا زوارق وهيك. كنا احنا على هذاك من هذاك الجسر من هذاك الجسر كنا عابرين وشفناهم. ف هلا قلت لها خلي بنا نرجع، لازم ننزل نصور بيها ونشوفكم المكان. المكان حيل حلو، شوف بحيرة كبيرة وجبال يا. وهلا راح نكمل، راح اروح خليكم ويانا لان الساعة 8 حاليا وما ماكلين، وراح نكمل الفيديو، راح نروح ندور على برجر كينج، وابقوا ويانا لنهاية الفيديو.
مثل ما قلنا لكم جينا على البرجر كينج لحتى نشتري اكل. ولو الساعه كم؟ الساعه 10 حاليا. لي حد الان احنا بدون غدا، بس على العصائر وهي الشغلات اللي جايبيها ويانا، بس احنا واقفين سرعه على البرجر كينج لحتى نشتري. محتاج محلين كاين غير ما في المطاعم، ما في لان تاخرنا سكرت المطاعم. وثاني شيء المدينه احنا ما نعرف فيها هم، يعني ما البرجر بزوادك ماكدو كي اف سي وداك شي كول والفاست فود وجبات السريعه محل غير درايف، يعني ما تقدريش تجلسي. راح ناكل بالسياره يا واش الدنيا عامره. شوفوا شحال الطوموبيل قدامنا بزاف. المهم البنات دابا يلا وصلنا الماكلة ديالنا هانتوما كتشوفوا، دونك غادي ناكلو وهاديك الساعات غادي نشدو الطريق نيشا للدار. المهم أمير كياكل كي عنعن كيدير الطرب الأندلسي في هاد الطبيعة، دايما ملي كيكون كياكل دايما كيبقى يدير الصوت، يعني كيبقى عن 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 عن. دونك هادشي اللي كاين فهاد النهار، هذا هو الفلوغ. نتمنى ان تكون عجبتكم واستمتعتوا معنا شوية، وبالنسبة للناس اللي في ألمانيا انكم اكتشفتوا هاد البلاصة فغيمون زوينة، زعما سيروا زوروها راها غادي تعجبكم، ساختو الناس اللي كيعجبهم الطبيعة والأماكن المرتفعات العالية. دونك انتما كيف ما كتشوفوا اليوم كان فلوغ خفيف ظريف، نتمنى انه يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش انكم تخليوا لنا لايك ديالكم، وكيف ما قال لكم لي تقبيلات انكم تخليوا لنا الاقتراحات ديالكم في التعليق، الاماكن اللي كاينين هنا في المانيا اللي زوينين وزرتوها باش حتى حنايا نمشيو نزوروها ونشوفوا كيفاش دايره. دونك هادشي اللي كاين، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بالسلامه عليكم، باي.